نظم تكتل المجتمع المدني لولاية نمسان بالتنسيق مع دائرة سيدي الجلالي وبلدية لبويه وعدة منظمات قافلة تحسيسية وتوعوية لفائدة مواطني المنطقة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث قاموا بحملات تنظيم وتعقيم كل القرى الموجودة على الشريط الحدودي التابعة للدائرة من طرف متطوعي الجمعيات الخيرية وعمال البلدية. الحملة التحسيسية والتعقيمية انطلقت من مقر الدائرة بحضور السلطات المحلية والأمنية للمنطقة، وكل من رئيس الدائرة ورئيس بلدية لبويه والأمن الحضاري للمنطقة وكذلك الحماية المدنية والدرك الوطني وإدارة الغابات لدائرة سيدي جلالي. الوطنية لشباب الشغل المكتب الولائي بالتنسيق مع المكتب البلدي في حملة تطوعية ضد وباء كورونا بالتنسيق مع السلطات المحلية الحماية المدنية ومحافظة الغابات والشرطة والدرك الوطني تحت الرعاية لرئيس دائرة سيدي الجلالي ورئيس بلدية لبويهي. كما قمنا بتطهير القرى المعزولة والمنكوبة، وفي هذه الحملة تحمل شعار تحت التكتل الوطني للمجتمع المدني للقضاء على وباء كورونا، وكلنا مجندون من أجل القضاء على هذه الوباء. وشكرا. اليوم قام المكتب الولائي للمنظمه الوطنيه للشباب ذوي الكفاءات الامنيه والمهنيه من الجزائر بدوره وحمله تحسيسيه ضد هذا وباء الكورونا، وذلك بمساعده جهات فاعله من بينها رئيس دائره السيد الجلالي والدرك الوطني والحمايه المدنيه ومحافظه الغابات. احنا اليوم هنا متواجدين بعدة بلديات في هذه الدائرة والقيام بحملة تحسيسية وتوعية من هذا الوباء الذي راه منتشر بكثافة في ولايات الوطن. اللي راه يعني يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء. وبعد انا ممثل منظمة الفلاحين دائرة سيدي الجلالي بدراوي، انا نشكركم ونشكر هذا التحسيس تاع تاع هذا الوباء. هذا احنا قبل ما تجيو انتما رانا حاسين فيه، احنا في ديارنا في المجتمع تاعنا في كل شيء. اولا وقبل كل شيء انا قادري الحاج مبارك من الاعيان تاع قريه العابد بلد جلبوهي دائره سيدي الجلالي باسمي الخاص ونيابه عن المناضلين والمجاهدين والمواطنين بصفه عامه، فلاحين موالين بما في هذه القريه كلها. نشكر الدوله الجزائريه على المبادره وعلى الاهتمام الخالص من اجل المواطنين. رانا نتابعوا في التيلي ونشوفوا الشيء اللي طالع عند الدول الاخرى، مع الشيء اللي عندنا احنا فرق. احنا عندنا دوله وحنا حاسين باللي عندنا دوله من رئيس الجمهوريه حتى رئيس البلديه، بما فيها كل القطاعات، كل الجمعيات، وكل الناس اللي عندهم احتاج بهذه المبادره، خاصه تاع هذا الهم تاع رب العالمين يبعد علينا شر المسلمين، رب العالمين الله يبعد علينا، والله يرفع علينا، خاطر احنا عندنا ناس مخلصين من الثورة حتى الآن، كاين المخلصين والمخلصين يغلبوا الناس اللي عندهم نية سيئة. على كل حال نشكر الدولة نتاعتنا من رئيس الجمهورية حتى رئيس البلدية بما فيها كل القطاعات وكل الجمعيات وكل كاع الناس الإداريين والسياسيين. هذا الشيء اللي راهم يديروه، هذا الشيء اللي راهم يديروه فيه، رانا نشوفوا الشيء اللي راه يديروه الدولة نتاعتنا، رب العالمين الله يعاونهم والله يحفظهم والله يرفع علينا هذه البلاد إن شاء الله، الله يرفع علينا، الله يرفع علينا إن شاء الله، لأن هذا الشيء ما عند رب العالمين، نطلبوا ربي ونكون رب العالمين نطلبوه يبعدين هذه البلاد. السلام عليكم. صحيح. أنا أتكلم هذه الكلمة وأرجو أن أصيب فيها بالمناسبة نتاع الوباء اللي راه يسود البلاد، نطلبوا من ربي رفع الوباء هذا علينا، ونتمناه من الشعب يهتدي إلى التعليمات ويتبع كل السبل التي تقيه
من هذا الوباء نتشرف بتنفيذ الهلال الأحمر على مستوى دائرة سيدي جلالي ببلدية سيدي جلالي والبويهي، وأرجو من الله أن يرفع الوباء عن هذا البلد يا ربي، بلد المليون ونصف مليون شهيد، ورحمة الله على شهدائنا الأبرار، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تشرفت اليوم خلية اليقظة لدار الشباب سيدي جلالي بتنسيق قطاع الشباب والرياضة في هذه الحملة التحسيسية، حملة تحسيسية من وباء كورونا كوفيد-19 على مستوى قرى وبلديات دائرة سيدي جلالي، تمثلت في قرية خليل، بلدية البويهي، قرية ماقورة وقرية العبد. لقد شاركنا في هذه الحملة مع كل السلطات المحلية والأمنية في من أجل تحسيس المواطنين بهذا الوباء الخطير الذي هو ينتشر بسرعة، ومن أجل صحة المواطن وصحة الشباب شاركنا في هذه الحملة من أجل التوعية، وإن شاء الله هذه المبادرة شملت تلقى صالح كبير، شملت توزيع مطويات التعقيم والتحسيس والوقاية أيضا من هذا الوباء، وإن شاء الله تكون كما نقول لك تلقى صدى على المواطنين من أجل التصدي لهذا الوباء الذي هو كما نقول لك المواطنين يتساهلوا في التعامل معه، ولكن هو خطير جدا. وإن شاء الله المناطق اللي زرناها كانت هناك تجاوب كبير من طرف المواطنين والشباب، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مواصلة لعملية التطهير التي سبق وأن قمنا بها رفقة الفاعلين في هذا المجال، يعني بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية ومصالح الغابات، منذ تقريبا أسبوعين نواصل اليوم مع المجتمع المدني ممثلة بتكتل الجمعيات الهلال الأحمر، مصالح الغابات والحماية المدنية، مصالح الدرك الوطني وكل الفاعلين على مستوى الدائرة من أجل تطهير جميع الشوارع والأماكن العمومية عبر جميع القرى المتواجدة بتراب البلدية. هذه العملية لقت استحسانا كبيرا، وسنواصل بهذه العملية في الأيام المقبلة. بعد اليوم نحن مقاطعة غابات سبدو محافظة غابات تلوسان يوم 30 مارس 2020 متواجدين على مستوى المناطق الحدودية خاصة في بلدية البويهي، نقوم بتطهير الأحياء والمؤسسات العمومية ضد الوباء المتفشي في العالم ولقد الذي لحق بالجزائر مؤخرا بمحاربة هذه الكارثة، رفقة السلطات العمومية بما فيها رئيس دائرة سيد جلالي، رئيس بلدية البويهي، مصالح الدرك الوطني، مصالح الحماية المدنية، ومع تكتل كذلك بعض الجمعيات والهلال الأحمر الجزائري وبعض المواطنين المشاركين في هذه الحملة، كذلك المجتمع المدني. وفرت محافظة الغابات 5 سيارات، 4 خاصة بالحرائق لتطهير رباعية الدفع، و3 تاع مركبات خاصة تحمل أدوات التعقيم. وفي الأخير نشكركم ونشكر جميع السلطات ونشكر جميع المجتمع المدني وسكان هذه القرى على مرافقتنا ومرافقة جميع السلطات في هذه العملية التطهير. شكرا. جلمودي عبد القادر رئيس إقليم الغابات الجلالي. نحن نقوم بتطهير المناطق الحدودية مع المعدات البشرية والمادية، عندنا زوج تاع ستيشن. عملا بتوجيهات السلطات العليا للدولة وتعليمات المزداد إلى مصالحنا من طرف السيد الولي، حاول اتخاذ كل الإجراءات الرامية الهادفة إلى منع
انتشار هذا الفيروس. بمبادرة من مختلف الجمعيات والمنظمات على مستوى ولاية تلمسان ودائرة سيدي الهلالي وبمشاركة كل القطاعات بدون استثناء على مستوى دائرة سيدي الهلالي، البنك الوطني، الشرطة، الحماية المدنية، غابات، المتطوعين، نظمنا هذه الحملة فيها شقين. الشق الأول هو توزيع مطويات حول لتحسيس المواطنين بأهمية خطورة هذا المرض من جهة، ومن جهة أخرى كيفية الوقاية منه. الشق الثاني وهو تنظيم حملة لعملية التعقيم كل الأحياء والمجمعات والهياكل التابعة للدولة على مستوى بلدية البوهي بصفة عامة وشاملة. وأغتنم هذه الفرصة لأقدم كل الشكر والتقدير للحس الذي التمسته هذا اليوم من مختلف الجهات الفاعلة ومن هذه المنظمات، حس كبير، حس وطني. نشكركم، وكذلك الشكر موصول لكل الذين ساهموا بدون استثناء. وبإذن الله سيتم تنظيم عملية أخرى إن شاء الله في القريب العاجل على مستوى بلدية البوهي، كذلك بالتجنيد إن شاء الله كل الطاقات اللي عندنا. أملنا إن شاء الله وندعي ربي سبحانه أن يرفع عنا هذا الوباء في أقرب وقت ممكن. وشكرا. صح.